اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم وعجل فرجهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، تبكي العيون بدمعها المتورد حزنا لثاو في بقيع الغرقد. تبكي العيون دما لفقد مبرز من آل أحمد مثله لم يفقد. أي النواظر لا تفيض دموعها حزنا لمأتم جعفر بن محمد، للصادق الصديق بحر العلم مصباح الهدى والعالم المتهجد. رزء له تبكي شريعة أحمد، وتنوح معولة بقلب مكمد. رزء بقلب الدين أثبت سهمه ورمى حشاشة قلب كل موحد. ثلم الهدى والدين منه ثلمة حتى القيامة ثلمها لم يسدد. ماذا جنات آل الطليق وما الذي جرت على الإسلام من صنع رديء؟ كم أنزلت مر البلاء بجعفر نجم الهدى مأمون شرعة أحمد. كم شردته عن مدينة جده ظلما أن تجشمه السرى في فدفد. نلتقي هذه الليلة بذكرى شهادة مولانا ومقتدانا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وأود في هذه الدقائق المعدودة أن أسلط أو ألقي بعض الضوء على أبعاد هذه الشخصية الربانية القرآنية.
لعل أول ما يمكن أن يثار في شخصية هذا الإمام العظيم هو الحقبة التي عاشها الإمام، أو كما يعبر بعض المؤرخين العصر الذهبي، والمتمثل في بداية سقوط وتداعي وانهيار الدولة الأموية وبداية تأسيس وقيام الدولة العباسية. الإمام طبعا حصل على هذه الفرصة وابتعد عن الجو السياسي. الجو السياسي كان جو موبوء، جو التناحر والتصارع على السلطة. والإمام مع العلم أنه حصل على عروض حتى يكون هو في الصدارة، هو في المقدمة، أن يكون هو القائد وهو الرائد لتلك الحركة أو لذلك الاتجاه. بس الإمام يعرف بأن الذين جاءوا أو الرسل الذين جاءوا إليه ما كان هدفهم الإسلام، ما كان هدفهم الإسلام، وإنما كان الهدف الوصول إلى السلطة. ولهذا الإمام اغتنم تلك الفرصة الثمينة، اغتنم تلك الفرصة الثمينة واشتغل في نشر العلم، يعني في بناء الإنسان، في صناعة الإنسان. وهذا هو مشروع الأنبياء. ما أدري تقدرون تتخلون شوية عن هواتفكم النقالة بعد الصلاة على محمد وآل محمد؟ فرصة كانت ثمينة استثمرها الإمام. وأي فرصة تمر على الإنسان يمكن من خلالها أن يتقدم، أن ينتج، أن يبدع، يجب عليه أن يستثمر تلك الفرصة. كما يقول مولانا أمير المؤمنين: اغتنموا الفرص فإنها تمر مر السحاب. وقد لا تعوض هذه الفرصة، وقد لا يحصل مثلا للإنسان في مثلا يوم من الأيام أن ينشر معتقدة أو فكرة عنده. مثلا هذه الفرصة الذي يتحدث عنها التاريخ كان يتمناها مولانا أمير المؤمنين، ما حصلت له، وإنما حصلت لحفيده أمير المؤمنين سلام الله عليه. كان يتمنى تلك الفرصة، كان يصعد الأعواد ويقول: سلوني قبل أن تفقدوني. ولكنه لم يحظى. الإمام أصلا لم تثنى له الوسادة، حينما يقول: والله لو ثنيت لي الوسادة. ما حصل على ذلك التمكين وعلى تلك القدرة. والله لو ثنيت لي الوسادة لأفتيت أهل الإنجيل بإنجيلهم، وأهل الزبور بزبورهم، وأهل الفرقان بفرقانهم. وإنما حصلت تلك الفرصة لحفيده الإمام الصادق. ولذلك الإمام اطلع بذلك الدور الكبير والخطير كما قلت في البداية، والمتمثل في بناء الإنسان، في صناعة الإنسان. وكما أشرت، هذا هو مشروع الأنبياء، مشروع الأئمة، بناء الإنسان، صناعة الإنسان. الإمام سلام الله عليه كان يؤكد على ضرورة التفقه في الدين. التفقه معناه فهم. فلان عنده فقه في الدين، يعني عنده فهم في الدين. يقول الإمام سلام الله عليه: ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين. يقول في مورد آخر: لو أوتيت بشاب لم يتفقه في الدين لأوجعت ظهره ضربا بالسياط حتى يتفقه في دين الله. هذا الإمام سلام الله عليه توجه لنشر العلم والمعارف. ومدرسة الإمام كما يعبر بعض المؤرخين مدرسة لم تكن لتقتصر على المدينة مثلا، لا، يعبر تعبير جميل: المدرسة السيارة للإمام الصادق. المدرسة السيارة، يعني أينما رحل وأينما حاط مدرسته معه. هذه المدرسة الذي
يقدر جملة من المؤرخين حصيلة الذين استفادوا من تلك المدرسة، المدرسة الصادقية، قدروا ب4000 عالم في مختلف العلوم في شتى المعارف، 4000 عالم، كل يقول حدثني جعفر بن محمد، علي بن الحسن الوشاء يقول أدركت الجامع الأعظم يعني الكوفة وفيه 900 شيخ يعني 900 فقيه، 900 عالم، كل يقول حدثني جعفر بن محمد. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، خلينا نقرأ شهادة جملة من العلماء ومن رؤساء المذهب كما يعبرون في حقه، ونحن ما نحتاج إلى هذه الشهادة بعد شهادة القرآن في فضله. بعد أن نطق القرآن في فضلهم وفي بيان قدرهم ومنزلتهم، ما نحتاج إلى شهادة الآخرين، بس هذه ننقلها للتأريخ. أبو حنيفة يقول لولا السنتان، وهذه عبارة الكل يحفظها، لولا السنتان لهلك النعمان، لأن أبو حنيفة اسم النعمان بن ثابت، يشير إلى تينك السنتين اللتين تتلمذ فيهما على يدي الإمام الصادق. لولا السنتان لهلك النعمان، بس أبو حنيفة شقي. الذي ينحرف عن خط أهل البيت شقي، أبو حنيفة انحرف عن خط العصمة، انحرف عن خط الإمام الصادق، بل صار ينافس الإمام، لأنه يقولون أول من قال بالقياس هو أبو حنيفة، والإمام كان يستنكر عليه تلك الأفكار وتلك الآراء وتلك التوجهات، عنده فساد، ها؟ فاسد عقائديا فكريا. قال يا أبا حنيفة لا تقس، أول من قاس إبليس حينما قال خلقتني من نار وخلقته من طين، بس إحنا القياس مو من مذهبنا، إلا في مورد خاص يذكرون الفقهاء يعبرون عن قياس منصوص العلة، هذا الذي إحنا نعتمده. أما القياس قياس أبو حنيفة أخوه مو معتمد عندنا، قياس منصوص العلة. يعني الآن مثلا الخمر حرام، ليش؟ لأنه يسكر، يذهب عقل الإنسان. انجي مثلا إلى المخدرات، ما دام نفس العلة موجودة وهي علة الإسكار وذهاب العاقل، تصير حرام، وعلى هذه نقيس، هذه يعبرون عنه قياس منصوص العلة. أما قياس أبو حنيفة لم يكن كذلك، أبو حنيفة يشهد للإمام، يسأل أبو حنيفة من هو أفقه الناس؟ قال جعفر بن محمد. أبو حنيفة يسألون هذا السؤال ويجيب، قال جعفر بن محمد. مالك ابن أنس، طبعا أبو حنيفة ومالك ابن أنس كلاهما تتلمذا على يدي الإمام بشكل مباشر، استفاد من علوم الإمام الصادق بشكل مباشر. أما أحمد بن حنبل والشافعي يعتبران تلامذة تلامذة الإمام، الفضل يعود للإمام، ها؟ أئمة المذاهب الأربعة يدينون بالفضل للإمام الصادق. مالك بن أنس يقول والله ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمد علما وعبادة وزهدا وورعا. ثم يقول ما دخلت عليه، هذه شهادة يسجلها التاريخ لهذا الرجل. مالك بن أنس يقول ما دخلت على جعفر بن محمد إلا ورأيته على إحدى ثلاث، إما صائما وإما قائما وإما ذاكرا. ولهذا احنا نقول أئمة المذاهب الأربعة، ها؟ المذاهب الأربعة، ويجي واحد يقول والمذهب الجعفري، هذه مسامحة شوي في التعبير، احنا مذهب، احنا الإسلام كله مو مذهب احنا، ها؟
هذا مسامحة في التعبير، يقولون المذهب الجعفري، لا مذهب ذاك، أولئك عندهم مذاهب وعندهم آراء، إحنا نمثل الإسلام. شنو الدليل؟ يعني الآن إذا ترجع إلى أبو حنيفة ومالك، مذاهب الأربعة، إذا واحد مثلا أفتى بنازلة أو أعطى مسألة مثلا، مو بالضرورة أن يتفق معه الثاني أو الثالث أو الرابع، لكن خلينا نأتي إلى الإمام الصادق سلام الله عليه، ماذا يقول؟ يقول حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث أبي، وحديث أبي حديث جده، وحديث جده حديث علي بن أبي طالب، وحديث علي بن أبي طالب حديث رسول الله، وحديث رسول الله قول الله عز وجل. إذا قال الإمام الصادق لا يختلف معه الإمام الكاظم، وإذا قال الكاظم لا يختلف معه الإمام الرضا، ها؟ كلهم قول واحد، نور واحد، موقف واحد. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، هذه شهادة في حقه الكل، اللي يدقق في التأريخ الكل يقر للإمام بهذا الفضل، ماكو أحد يمكن أن يكابر أو يزايد على شخصية الإمام. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه استطاع أن يثبت وجوده من خلال علومه ومعارفه، بل من خلال أخلاقه، من خلال تواضعه، من خلال عبادته. إخواني إخواني، من خلال هذا كله نقدر نقيم الإنسان. لا تقيم الإنسان من خلال عبادته فقط، هذا جانب خطأ في التقييم. يعني أنا أجي أقيم فلان لأنه يصلي، أقول خوش إنسان، أشوف بعض الناس مثلا عنده يلهج بذكر الله، يتمتم، ترى هذا هو الذكر، ترى أنت قاعد في مجلس هو الذكر هذا، بس هو ما يدري، يتصور بأنه إذا يتمتم بكلمات، أكو ظاهرة الآن إحنا موجودة عندنا في كثير من المجالس، أنا لا أمنع من ذلك، بس أقول أنا هذا الإنسان يجب أن يلتفت إلى هذا الشيء. في كثير من المجالس الذي أرتقي فيها الأعواد أشوف بعض الشباب جيد، أنا ما أقول مو مشكلة، هذا يجي تمتم بكلمات ويتكلم والخطيب يتكلم، هو قاعد يقرأ ذكر معين، ورد معين، والخطيب قاعد يقرأ، يا أخي ترى هذا أثوب لك من الذكر الذي قاعد تمتم به، أأكد وأجزم بهذا كله. أنت الآن قاعد تشتغل بورد، أكو أوراد مثلا يرددها الإنسان 100 مرة 200 مرة، بس أنت ما عندك توجه بالمقابل، يعني أنت قاعد تشتغل بورد معين بذكر معين ولا تلتفت إلى الخطيب، ترى هو هذا الذي يريد الإمام، مو تقعد بالمجلس وتأخذ مثلا أو تحسب عدد الأذكار، لا، تعال اقرأ ماذا يقول الإمام الصادق سلام الله عليه للفضيل بن يسار: تجلسون وتتحدثون، أن تلك المجالس أحبها، أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. هذا الذكر، وجودنا عبادة. تدري الإمام سلام الله عليه، وهذه الروايات تمر علينا كثير، بس احنا لعل نمر بها مرور الكرام. وعدنا رواية تقول: رسول أعظم صلى الله عليه وآله يدخل إلى مسجده فينظر إلى جماعة مشتغلة بالعبادة، ناس يصلون وأناس يدعون يناجون، وهناك حلقة في مسجده للدرس، يجلس في تلك الحلقة. إنما بعثت معلما، مو صلاة، يعني أنه الإنسان يصلي ويكثر من الذكر، ولكن شنو يعني أنه حقيقة الذكر ما قاعد يستوعبه، هذا مشكلة.
أنه الإنسان يجي من أجل أن يحصل على ثواب أو على أجر معين، يكرر عبارة 100 أو 200 مرة، شنو هذا؟ ويغفل عن الجنب الأخرى، يغفل عن تربية نفسه، يغفل عن دينه، يغفل عن رفع رصيده الروحي والمعنوي والأخلاقي، مو جيد هذا؟ المهم أن الإمام الصادق، أرجع وأقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إذا نأتي إلى مدرسته، مدرسة الإمام الصادق ما كانت لتقتصر على علم واحد، يعني مو فقط علم الفقه ولا علم التفسير ولا علم الحديث، هي مدرسة شاملة جامعة، بالإضافة إلى العلوم، هذه العلوم الدينية، العلوم الربانية، العلوم الأخروية، حتى بالنسبة إلى علوم الدنيا، علوم الأديان والأبدان. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أحدهم يصف تلك المدرسة، يقول أنا دخلت على الإمام الصادق واجتهدت في الوصول إليه، لم أجد إلى ذلك سبيلا لكثرة ازدحام الناس علي. شوف، لكثرة ازدحام الناس عليه. هذا الإمام سلام الله عليه، كل الأئمة يحثوننا على ضرورة شنو؟ أن نزاحم العلماء، أن ندخل إلى مجالس التي نستفيد، أكو مجالس واقعا تصنع الإنسان، وأكو مجالس أستجير بالله منها، وهي مجالس البطالين كما يقول عنها مولانا زين العابدين، مجالس البطالين. ولعلك وجدتني آلف مجالس البطالين، فبيني وبينهم خليتني. تدري شنو يعني مجالس البطالين؟ مجالس البطالين أخوه، مو هذول فقط الذي يقعدون في المجالس ويلعبون مثلا ها ويتسامرون، لا، مجالس البطالين قد يكون مجلس فيه مجموعة من المؤمنين ولكنه لا يذكر فيه اسم الله، حديث ماكو فيه، مسألة فقهية ماكو، هذا مجلس ينسل. بعض الروايات تقول إذا يدخل الإنسان إلى مجلس يجتمع قوم في مجلس ولا يذكرون الله فيه، الإمام يقول ولا نذكر فيه في مجلسهم، إذا تفرقوا يكون ذلك المجلس وبالا عليهم، حسرة، على الأقل إثارة شوية، احنا نجتمع مؤمنين في مجلس. الإمام يقول النبي صلى الله عليه وآله زينوا مجالسكم بذكر علي، ما نريد تكون مجالس المجالس بطالين، مسألة فقهية، مسألة عقائدية، رواية في الأخلاق، خلى الناس تقرأ كما يقول الإمام الرضا سلام الله عليه، علموا الناس محاسن كلامنا، فلو أن الناس عرفوا محاسن كلامنا لاتبعونا. فالإمام الصادق مدرسته هي هذه، مدرسة كانت تحتوي على مجموعة كبيرة من العلوم والمعارف، وفعلا برع مجموعة من العلماء في مجالات متعددة. يقولون أول من توجه إلى التخصص هو الإمام الصادق، تخصص في مدرسته، مو أي مدرسة، التخصص يعني الإمام سلام الله عليه، هو كان ينتقي بعض الوجوه، بعض الشخصيات ويخليهم في مواقع معينة. بعض الأخبار تقول كان الإمام الصادق يجلس ويستمع إلى أصحابه، إلى طلاب مدرسته، يستمع إليهم، وترى هذا إحنا في أمس الحاجة إليه اليوم، لا يكون واحد يستنكف. يعني أنا الآن إذا أجي أدخل على إنسان أقيم، أليس كذلك؟ شوف مثلا المدرسين في مجال عملهم، إذا يدخل عليه مثلا من هو أعلى منه مرتبة، هذا تصير أول يدخل يستمع إلى ذلك الأستاذ، كيف يطرح، كيف يدرس، كيف يوصل الفكرة،
هذا مهم للغاية، وإلا ترى ما يتطور الإنسان. يعني أي إنسان في مجال عمله يحتاج إلى شخص يوجهه يرشده، خصوصا الذي عندهم كفاءة وعندهم قدرة وعندهم خبرة، يحتاج هذا ولا ما يتطور. أكو بعض الناس أصلا ما يطور نفسه. الإمام يجلس وينقد أصحابه، يستمع إليهم، ثم الإمام يقول: يا فلان أنت مثلا، يا زرارة، يا حمران بن أعيان، يا جميل بن دراج، يوجههم إلى ضرورة الاهتمام بحفظ الحديث ورواية الحديث. لاحظ جابر بن حيان يوجه إلى علم آخر يختلف تماما، بينما نأتي إلى هشام بن الحكم. هشام كان موضع اعتزاز وافتخار الإمام، يفتخر به كثير الإمام. تدري ليش؟ لأن هشام رجل بارع، يعرف كيف يناظر، كيف يحاجج، كيف يثبت الحق المتمثل في المعصوم. كان يستمع إليه الإمام ويستأنس، يرتاح الإمام، كيف يستطيع أن يثبت الحجة إلى الطرف الآخر. هشام بن الحكم يأتي إليه واحد من الزنادقة، وللعلم إخواني الإمام الصادق نقول انتشر في زمانه العلم، زين، بس بالمقابل أيضا انتشرت الأفكار الإلحادية. أكو مدارس الانحراف موجودة في زمان الإمام الصادق، مجبرة والمرجئة والمفوضة، زنادقة، مجموعة من الزنادقة، يعني أقطاب الكفر، أقطاب الإلحاد، يجون يحاولون يشككون الناس في عقائدهم. وطبعا هذا إذا يجي يثير شبهة معينة، يثيرها أمام الناس حتى شنو؟ يهز عقائدهم شوية. يجي واحد من أولئك، وكانوا على مستوى، يعرفون كيف يدخلون، كيف يشككون الناس في عقائدهم، يلتفت إلى هشام يقول له: يا هشام، أنتم تقولون إن الله، أنتم تقولون بالقدرة إن الله على كل شيء قدير. قال: هو كذلك. قال: إذا كنتم تزعمون كذلك إن الله على كل شيء قدير، هل يقدر ربك؟ ملحد، وما يقول ربنا بعد. هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في بيضاء؟ لا تكبر البيضاء ولا تصغر الدنيا، شنو هالإشكال؟ هذا سؤال تعجيزي. فقال له هشام النظرة: أعطني شوية مجال حتى أجيب لك الجواب. قال: بلى. وين راح هشام؟ جاء إلى المرجع العام، الإمام الصادق سلام الله عليه، هو المرجع العام والراعي لمصالح شيعته للصعيد المادي والمعنوي، وطرح عليه الإشكال. قال: يا هشام، انظر ماذا ترى، انظر من حولك ماذا ترى. قال: سيدي، أرى الدنيا بأسرها، السماء، الأرض، الجبال، الدواب، البشر، إلى آخره، بما ترى كل ذلك؟ قال: بهاتين الحدقتين، بهاتين العينين الصغيرتين. قال: يا هشام، إن الذي وضع الدنيا بسمائها، بأرضها، بجبالها، في هاتين الحدقتين الصغيرتين، ألا يقدر أن يجعل الدنيا في بيضاء؟ ثم قال: يا هشام، ولكن الذي أردت لا يكون، لأن الضعف في المقدور وليس في القادر. والبيضة ما تستوعب. هشام كان يأخذ مثل ما نقول مرتكزات، قواعد، رؤوس أقلام، وينطلق من خلالها لمناظرة الملحدين. إخواني، اليوم احنا في أمس الحاجة للاطلاع على تلك المناظرات.
اللي ذي عنده كتاب الاحتجاج خليه يراجع، هذا كتاب مهم. ها؟ كتاب الاحتجاج جدا مهم، مصدر لا ينبغي أن يخلو منه بيت شيعي. خليه يرجع الإنسان لكتاب الاحتجاج وشوف احتجاج الأئمة، ها؟ احتجاج المعصوم وإثباته إلى الحق. تعال اقرأ شخصية أولياء الله وسادات الخلائق من خلال تلك العلوم. الإمام يقول له هشام مثلك فليناظر الناس، خليه يثبت الحق. وفعلا الإمام سلام الله عليه استطاع. للأسف أدركني الوقت. الإمام استطاع أن يحقق ذلك الانتصار العلمي المذهل، انتصار علمي كبير، لأن الذي حققه الإمام ما حققه سائر الأئمة، بل أن الإمام هو تقريبا من أطول الأئمة عمرا، بعضهم قال 65 وبعضهم قال 68 مجموع عمر الإمام الصادق سلام الله عليه، يعبر عن الشهيد المطهري شيخ الأئمة. شوف التعبير، شيخ الأئمة. وله عبارة رائعة يقول: حتى أضحى شعار علم الحديث قال جعفر بن محمد. أكثر الأحاديث وأكثر الروايات جاءتنا عنه، عن الإمام الصادق عليه السلام. إذا ترجع إلى الموسوعة الحديثية الشيعية تشوف أكثر الروايات هي وردت عن الإمام الصادق، وما ذاك إلا لأن الإمام استفاد من تلك الفترة الزمانية، ها؟ ذلك العصر الذهبي. بس الرواية ماذا تقول؟ الرواية تقول بعد أن ركز الإمام، ها؟ يعني بعد أن ارتفع رصيد الإمام الشعبي والجماهيري وذاع صيته في كل مكان، وتمكن بنو العباس وأحكموا القبضة، كانوا في غفلة عن الإمام، بس يوم ثبتوا على عروشهم على كراسيهم صارت التقارير ترفع إليهم: من هو الذي ذاع صيته؟ من هذا الذي اجتمع حوله الناس؟ جعفر بن محمد. كان أشد المناوئين والحاقدين على الإمام هو المنصور الدوانيقي. هذا رجل كان ناصبيا، ناصبي، وكان المنصور حينما يقرأ تلك التقارير والتفاف الناس حول الإمام الصادق كان يتميز من الغيظ، يريد حجة فقط على الإمام حتى يعزل عن قواعده الشعبية. وفعلا بعض المغرضين، بعض المرضى والحاقدين يرفعون تقارير إلى المنصور، مفاد التقرير بأن الرجل تجبى إليه الأموال، تجبى إليه الأموال، وعنده سلاح. من الذي يجيب إلى الأموال؟ واحد من التقارير المعلى بن خنيس، هذا واحد من أصحاب المخلصين، هذا كان معتمد الإمام، المعلى ابن خنيس عالم، ها؟ قتلته السلطة، قتلوه. شوف واحد من المهام التي أوكلها الإمام الصادق إلى المعلى ابن خنيس: الإصلاح بين المؤمنين. أعطى مال، قال له: هذا المال خليه. رصد الإمام مبلغ، قال: أي نزاع تشوفه بين اثنين من المؤمنين من شيعتنا فأصلح بينهما من خلال هذا المال. هو هذا ما عدنا، ها؟ من الذي عند هذا الاستعداد؟ احنا نرصد أموال، ها؟ في غير هذه المجالات، بس هذا مجال جيد. معلى بن خليس في يوم من الأيام نظر إلى اثنين من شيعة الإمام الصادق وقد تنازع،
شنو هذا النزاع؟ أمر مالي، مشكلة مالية. فأعطى هذا وأعطى ذاك، وأصلح بينهما. قال والله ليس هذا من عندي، وإنما من الإمام الصادق، هو أمرني بذلك. فيجي واحد من المغرضين يكتب يقول هذا المعلى هو الذي كان يدفع الأموال إلى جعفر بن محمد، يحضر في يوم من الأيام المنصور، يحضر الإمام الصادق. تصور بالله هذا الموقف. نقرأ تاريخ بس نحتاج شوية أن نتوقف عند هذه المواقف. جابوا في ليلة من الليالي، دخلوا على الإمام الصادق، وضعوا السلم على جدار بيت الإمام ودخلوا، وماكو استئذان، وما أشبه اليوم بالأمس. لا يخافون لا من الله ولا من رسوله، يدخلون عليك وعلى أفراد عائلتك. ليش؟ لأن ما عنده شرف، لأن ما عنده غيرة، لأن ما عنده دين. هذا عرضي، هذا شرفي، ليش ما تستأذن؟ اي نعم، يجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم. منو أنتم؟ دخلوا على الإمام. تقول الرواية كان في تلك الليلة يصلي، كان يصلي. خب هذول ما يحترمون الصلاة ولا يحترمون القرآن. قال علي به، أتوني به على الحالة التي، على الهيئة التي هو عليها. يلتفت الإمام إلى أحدهم يقول له امهلني حتى أرتدي ثيابي وعمتي. قال لا، الأوامر الذي أوكلوها إلي أنا أجيبك على الحالة التي أنت عليها. شوف الإمام العظيم، جاء أبوه وكان قد ذرف على الستين، وقف بين يدي المنصور بشيبته المقدسة، وصار يتوعد الإمام. قال له أنت الذي تجبى إليك الأموال، أنت وأنت. قال له أنت عندك دليل؟ ليش تفتري علينا يعني؟ قال له نعم. ثم أمر بإحضار الرجل، قال أنت نعم تجبى إليك الأموال، تشهد بذلك؟ قال نعم يا أمير أشهد، تجبى إليه الأموال. قال له الإمام تقسم بالله؟ قال نعم أقسم بالله أن هذا كلامي صحيح. فبدأ الرجل بالقسم. قال الإمام لا، أنا لا أريد هذا القسم، أنا أحدد إله القسم. إذا كان صادقا أو كاذبا راح يترتب هذا الأثر سريعان. ما أريد يحلف بالله عز وجل، وإنما قل له أن يقول هذه العبارة: أبرأ من حول الله وقوته وألجأ إلى حولي وقوتي. يقدر واحد يقول هذا الكلام؟ احنا في الصلاة نقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد. نحتاج شوية إلى عناية الله بهذا المقدار، بهذه الحركة نحتاج. لولا حوله، لولا قوته ما استطعنا القيام. بحول الله هاي الحركة فقط، بحول الله وقوته أقوم وأقعد. فقال له هذه العبارة: أبرأ من حول الله وقوته وألجأ إلى حولي وقوتي. فتلجلج الرجل. قال له المنصور: قلها وإلا علوتك بسيفي هذا. فقال العبارة ما أن استتم كلامه حتى سقط إلى الأرض ميتا. هذا الإمام الصادق، مو أي إنسان. اللي تقول الرواية
ارتعدت فرائس المنصور، دخله الرعب من فرعنة ومن غرور ومن طغيان، بس شاف ترى هذا ولي من أولياء الله مو أي إنسان آخر. ثم أمر بإرجاعه إلى داره معززا مكرما. وترى المنصور لم يتوقف عن رصد الإمام والتضييق على الإمام. تدرون في مرة من المرات، شوف الخسة والنذالة بالسلطة وين توصل، أمر بإحراق دار الإمام. مو الغرض الدار، الغرض الإمام، إحراق الإمام. يرسل مجموعة من الجلاوزة. شلون تصير هذه؟ سهلة، يجيبون عبوة يدبونها ببيت مؤمن، يحرقون دارها. فأضرموا النار في بيت الإمام الصادق، وأفراد عائلة الإمام وياه. فقام الإمام، تأمل أيضا هذا المشهد، إمام شيبته يهرول من حجرة إلى حجرة يحاول إطفاء النار. هب شيعته المخلصين المقربين للإمام لإطفاء النار، وفعلا أخمدوها، أخمدوا النار. بعد أن أخمدوا النار، جلس الإمام خارج الدار باكيا يبكي. قال له واحد من أصحابه: سيدي أنت لم تصاب بأذى، أفراد العائلة كذلك، والدار يمكن أن تعوض، يعني مضمون كلامه. قال: والله ما على داري أو ما على نفسي أبكي. إذن لماذا تبكي سيدي؟ قال: تذكرت ما جرى على عماتي وأخواتي يوم عاشوراء، حينما أضرمت النار في الخيام. يقول: اتذكر ذلك الموقف وبكيت. أنا الآن معي من يخمد النار هناك، أبدا هناك من يقول علي بالنار لأحرق بيوت الظالمين. وفي نهاية المطاف أعتذر وأختم، الإمام الصادق سلام الله عليه يختم سجل حياته، الحافل بالتضحيات والعطاء وكل معاني الخير، ختمه بالشهادة: ما منا إلا مسموم أو مقتول. هذا شوال مرت علينا ذكراه، الثامن هدم قبور أئمة البقيع، وهذا 25 شهادة الإمام، شهادة الإمام الصادق سلام الله عليه. دسوا إليه السم في مثل يوم 25 من شوال. سأريدكم بشوية تتأملون، وإحنا الليلة كنا سوف نعزي صاحب العصر والزمان، بل نعزي رسول الله بهذا المصاب الجلل، مصاب الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. والله حسرة، تبقى حسرة حينما يتوجه الإنسان إلى قبر الإمام الصادق، حتى الزيارة يمنع من زيارته. شايفين في هذا الزمان حتى الزيارة ما يخلونا نزور، ما ترفع كتاب. غريب ومظلوم واقعا هذا الإمام. دسوا إليه السم، تقول الرواية في مثل 25 من شوال، آخر لحظات حياة الإمام. وهذا درس لنا، أمر أن يجمع كل من بينه وبين الإمام قرابة، كل أرحامه، كل أهله، جابوهم للإمام وهو على فراشه يرفع رجلا ويضع أخرى من شدة حرارة السم. التفت إليهم
وهو يقول: هذه وصية الإمام الأخير، والله لا تنال شفاعتنا مستخفا بالصلاة. ثم أن الإمام الصادق سلام الله عليه صار يلهج بذكر الله، يقرأ القرآن، لكن يقول الراوي: إلى إزاء ذلك كان يؤن أنينا يفطر القلوب. وان جعفر الصادق على فراش المنية، وان تهد الطاد لكنها خفية، من حال أولاده تهل دموع العيون. هذا سخين العين يبكي وذاك محزون، وأهل العلم بالمدرسة كلهم يلوجون. يا للأسف ناصر الملة الأحمدية. إلى هنا يقول الراوي: لم يزل لسانه يلهج بذكر الله، أدار عينيه في أهل بيته وهو يقول: الله خليفتي عليكم ونعم الخليفة، ولمثل هذا فليعمل العاملون. السلام عليكم يا رسول ربي. إلى هنا عرق جبينه، سكن أنينه، مدد يديه ورجليه، واستقبل القبلة، وفاضت روحه المقدسة. رحم الله من ناداه وإماما وسيداه ومسموما ومظلوما. قاموا بتجهيزه بتغسيله، رفع سرير الإمام وهم يلطمون على الرؤوس وعلى الصدور. جاءوا به إلى مثواه الأخير، إلى البقيع، قبر الإمام المهدوم المظلوم. وشالوا ابن عشال البقيع عشبول وسبايا، ومروا بتابوت على مكسورة الأضلايا، وسمعوا أنين أم البتول باطن القاع اتنادي: يا خلق الله انشعيا بقلبي بسعيرا، يا كشفوا اللحد عني يا بطلع لابني اليوم، قطعوا كبدي مثل كبدة بحر الاسمو يوم، وانا يا شيعة في عزاء جده المظلوم، ابكي على اللي بكربلاء جثته عفيرة. نعم سيدتي فرقوهم يمينا شمالا. خلينا نعزي ام الأئمة باولادها في هذه الليلة، ولسان حالها بكل بلدة وكل وادي، من أولادي بدر غاب، ذاب قلبي من مصايبهم ومن الراس شاب. كل صباح وكل مسيا ينفقد مني ولد، شتتوهم بالفيافي ولا يأهون ببلايات، خالية ظلت منازلهم ولا منهم أحد، بس حرم ويتام مدهوشين من عظم المصاب،
بعض راحوا بالمباني وبعض راحوا بالسجون، والذي بالبر هاما وللوطن ما يرجعون، والقضاء بالسم غيلة يا خلق ما ينحصون، والذي ذبحوا الضايا الأجسادهم فوق التراب قد شتتوهم بين مأسور ومنحور ومقتول بسم عنادي، هذا بسامراء وذاك بكربلاء وبطوس ذاك وذاك في. إلهي نسألك وندعوك، اللهم صل على محمد وآل محمد جميعا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك. مأجورين إخواني، أجركم على